بفترة زواجك كان لبسك نفس الشيء؟ اه نفس الشيء قبل وخلال وبعد. يعني هو كان راضي بهيدا اللبس؟ ما في شيء اختلف، اللي اختلف انه انا ما ولا اختلف اللبس بعد استشهاده اطلاقا، فمشان هيك اصابع الاتهام. انا لما كنت مزوجه ما كنت مفعله السوشيال ميديا لدواعي امنيه، ولما استشهد عادي يعني انه رجعت لحياتي المهنيه من باب العريض، رجعت لتدريسي الجامعي، رجعت يعني للحياه، لانه انت اليوم مسؤوله عن ولد، في طفل بين ايديك مجبوره تململي جروحك وتمشي، في ولد انت مسؤوله عن نفسيته ونشأته. انت اليوم كمان عم تعيشي معاناه؟ طبعا معاناتك ولا مره بتوقف ريتا، يعني خلينا نطلع من هالسخافه. ليه اليوم من شو بتعاني؟ انا ليه بدي ما زلت طويتي صفحه السوشيال ميديا زينب، من شو معاناتك؟ انت عم تشتغلي اليوم وماشي حالك. انا اتمنى انه ينلغى السوشيال ميديا من الحياه، لانه لكن ليش هلا اول ما دخلت على الاستوديو صورتي؟ ما انت جزء من السوشيال ميديا. طبعا يسلم هالتم، صحيح صحيح، يعني السوشيال ميديا فيك تقولي شر لابد منه، هيدي هي الكلمه، هيدا المصطلح بالتحديد اللي بدي اعرفه للسوشيال ميديا، لانه ما ممكن تلاقي يعني مجتمع موبوء اكثر من السوشيال ميديا. انا قلبي معبي من السوشيال ميديا، ولكن بتلاقيني ناشطه وفاعله. ليه؟ لانه لمست اهميته. انت اليوم اذا ما انك حاضره وموجوده على السوشيال ميديا بتروحي بين الاجران، يعني على التحفظ على التعبير، كاعلاميه وكغير اعلاميه. انا اليوم لمست كغير اعلاميه شو بفيدك؟ انا اليوم بضطر انه انا رغم ممكن يكون مكتئبه، ممكن يكون متضايقه، ممكن يكون طالع ديني انا وابني، يمكن يكون عندي مسؤوليات ومشاكل معينه، بضطر انه انا ارشف صور لإلي انا وظاهره وانا بمناسبات، وانا وانت بتكوني مش بالمود، يمكن بتكوني بكيانه وظاهره على المناسبه، يمكن بتكوني بالتخت مكتئبه وعم بتنزلي صوره. هيدا مش معيار، بس انت اليوم لازم تكوني موجوده، لانه انت اذا ما الك منبر يعنى فيك. يعني أنا اليوم بحافظ على وجودي على السوشيال ميديا لأنه هالقد لمست أهمية يكون عندك منبر تحكي اللي بدك إياه وتعبري عن اللي بدك إياه. هلأ عندك منبرك، عندك البودكاست الخاص فيك، صحيح، من بعد ما حطوا فيتو عليك كل التلفزيونات اللبنانية، صحيح، إلى حد ما. هلأ أنا بقناة الميادين، بس أنا ماني على الشاشة، أنا منتجة ومعدة ومخرجة لأفلام وثائقية، صار لي تقريباً 4-5 سنين بقناة الميادين، ولكن ما عندي برنامج. قررت بشهر رمضان أنه أنا طل عبر بودكاست من إنتاجي، من إنتاجي على السوشيال ميديا، على قناة اليوتيوب الجديدة وعلى صفحات اللي هي أقوى من قناة اليوتيوب، لأنه طبعاً أقدم. يعني سلام عليها هو يعنى بالشأن الفلسطيني بغزة بالتحديد، وكانوا ضيوفي كل المحتوى كان منطلق من غزة وبينتهي من غزة. كان حتى تجربة. استضفت انفلونسرز، استضفت كل العالم، كل الشرائح الاجتماعية. يعني بتحكي عن غزة استضفت انفلونسرز؟ طبعا طبعا، يعني انا بلشت يمكن مع المؤثرة غنى غندور بسؤال بصفتك مين. انا كنت قاصدة استخدم الاسلوب اذا بدك الهجوم الاستفزازي الى حد ما، مع انه البودكاست معروف قد ايه انت بتكوني ريلاكس، بتكوني رخيتية، كانك انت قاعده بالليفينج روم بغرفه القعده عندي عم تتحدثي. انا قصدت اعمل هيدا التنشن مع الضيوف لاترك، يعني انا هيدي بصمتي، هيدي طريقتي بالحوار. اذا بقول لك الاصداء الايجابيه قديش كان في عالم عم تكتب واتصالات اجتني، اصداء جدا ايجابيه، انا تفاجات من رده العالم، لانه يعني انت انا معوده على اسلوبي. بالعكس انت اليوم معنوياتك عاليه، بتعرفي شو يعني كنت خايفه من هيدا البودكاست؟ ما كنت خايفه، انا يمكن بمطرح معين انه قلت ماني مضطره انتاجيا انا اتكلف لاعمل شيء لإلي، انه عم بشتغل انه عم بتحطي مصاري انك تكوني مخرجه ومعده افلام وثائقيه وقت. يمكن قيمه بنظروا العالم اكثر، يعني اهم من انك تكوني مذيعه او مقدمة برامج. بس أهمية البودكاست كان أنه قربتني من العالم، عرفت العالم على زينب برجاوي. يمكن أوكي أنا 41 عمري ريتا، بس أنا بقول أنه هالقد العالم تفاجأت أنه قديش أسلوبك حلو بالحوار. رجعت تذكرت أنه أنا لما كنت بالحوار 15 سنة بالحوارات السياسية والبرامج ما كان في سوشيال ميديا. يعني العالم ما بتتذكر، او العالم ذاكرتها قصيره، يعني هاي بنلاقيها دائما ذاكرتها قصيره، انه اذا انت نجحتي اخر شيء بينسوا لها، بقولوا هلا اخر شيء اخر شيء شو عملتي.